مكان واحد بين سلسلة الجبال الممتدة إلى وسط وجنوب الأردن، محطة الاستراحة الأهم لمن يهوى التسلق واكتشاف أسرار محمية ضانة. إنه نزل فينان، فندق يحمل اسم المنطقة ذاتها، صمم بطريقة كلاسيكية بمواد رفيقة بالبيئة وفق ما يعرف بنظام المباني الخضراء. أول وأهم ميزة فيه أنه قدم عدداً لا متناهياً من فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي. النزل يدار من أبناء المجتمع المحلي، وبالتالي هذا دخل مباشر لهم. مشتريات النزل أيضا من أبناء المنطقة، نشتري هاي الأشياء. مشغل الجلود من أبناء المجتمع. أيضا الدكان التي تبيع هي يعني تبيع منتجات المجتمع المحلي، وزي ما أنت شايف كمان الشموع التي تضيء هذا النزل هي من أيدي وبنات المجتمع المحلي. فكل هذا الباكج كامل هو يعني فكرة إنه نشتغل يد بيد مع المجتمع المحلي لحماية الطبيعة. يمتاز النزل باعتماده على الطاقة الشمسية دون وجود أي مظهر من مظاهر تلوث البيئة، ويتزود بالطاقة من عشرات الخلايا المصممة لهذا الغرض. ويحتوي الفندق الذي يتوسط منطقة غنية بالأحجار الكريمة والمعادن على 26 غرفة. أما الوجبات اليومية في مطبخ الفندق فيتم تجهيزها بالكامل من الموارد الطبيعية التي تجود بها المحمية، عدا بعض المواد الأساسية وهي خالية تماماً من اللحوم. في الحقيقة هو أولاً الاسم مسمى فينان أوكولوج، وهو بيئي، وكل شيء من الطبيعة من البيئة، وكل شيء موجود من المنطقة. طعامنا طبعا لا يوجد فيه لحوم، مشتقات لحوم نهائيا، خضار وحتى الخبز من المنطقة، جميع الطعام يكون من المنطقة من هون. نعم، من وين تجيبوا الخضار؟ الخضار من البلد، جميع الاستهلاكات من البلد لإفادة المجتمع المحلي اللي موجود في المنطقة هاي. في المكان مركز للدراسات البيئية يقصده العلماء من كل مكان. ويزور النزل نحو 1500 زائر سنوياً للتمتع بالمناظر الطبيعية وألوان الجبال الغنية بالمعادن، أو مشاهدة قطيع أو اثنين في لوحة طبيعية متحركة. We are traveling with one group from Germany, from Dana. جئنا كمجموعة واحدة من ألمانيا من محمية ضانة إلى هذا المكان، لأننا نعتبره مكاناً محبوباً جداً. لا وجود للأضواء في الغرف، وربما فقط في الحمام، وهو مكان هادئ ومثالي لقضاء شهر العسل. وقد سمعنا عنه في ألمانيا قبل زيارتنا، وهو مناسب لكل الجنسيات.
في المكان أدلاء سياحيين وخبراء بالمنطقة، وهو مكان جميل جدا. وفي المساء تبدأ ملامح المكان بالتغير، إذ ينار النزل كاملاً بالشموع، ويستخدم لهذا الغرض أكثر من 500 شمعة يومياً بأحجام مختلفة، يطيب للزوار التسامر على ضوئها الذي يمد المكان بلمسة رومانسية فريدة. وطبعاً يتم تصنيع تلك الشموع من قبل بنات المجتمع المحلي أيضاً. كله يعمل على الشموع، على الإنارة. نستخدم الشموع في إنارتنا، يمكنها في الاستقبال في قاعة الطعام زي ما أنتم شايفين، في الغرف في قاعة الطعام، في الاستقبال في القاعات الخارجية. إنه تصنيع الشموع هو في هذا المكان، طبعا يتم داخل المكان. نحضر مواد خام بتحضرها من عمان، مواد الخام، فبيتم تصنيع عن طريق بنات من المجتمع المحلي هنا. عنا ما يقارب الخمس لست بنات عاملات على تصنيع الشموع فقط هون في المكان. ومستفيدات من المشروع؟ أكيد، هم برواتب رواتب شهرية، يعني لدخل عائلاتهم. فينان هو أول فندق في منطقة الشرق الأوسط يعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية والشموع، وقد فاز بجائزة أفضل مشروع لما وراء البحار التي تمنحها جمعية جيلت البريطانية، بعد أن أعاد الموقع تعريف مصطلح السياحة البيئية بطريقة مختلفة. أي ليلة أنعم بالهدوء والسكينة أفضل من تلك التي يقضيها المرء في مكان مماثل فيه صمت أبلغ من أي لغة، بلغة الشموع وجمال الطبيعة، تعيد شحذ الهمة قبل العودة إلى ضوضاء المدينة. محمود أغا لبرنامج مراسلون من منطقة وادي عربة جنوب الأردن.